كاين بعض الناس اللي كيقول لك اودي لا، ودابا بما فيهم شي منخرطين، شي منخرطين قلبوا الفيستا، ولا تيبان لهم الخلفه هو احسن من احسن احسن رئيس، وانه هو راه سميتو وغادي نعاونوه، وانه هو راه مزيان وكذا. الخلفاوي، انا نعطيكم دابا الخلفاوي، انا ما عندي والو ضد الخلفاوي، انا بغيت غير اللي يسير راه جا مزيان، ما عنديش مشكل. شي حتى الرامي الا ما كانش، الا جا شي، الا كان واحد احسن منه، انا ما عنديش مشكل. انا غير ما كنبغيش المغالطات، وما نبغيش كما انا ما نبغيش نفسي تكون مغالطات عندي، انا ما نبغيش تكون عند الرجويين. غنقول لكم الخلفاوي اشنا هو كصورة واضحة، بغض النظر على داك التشلهيب ودوك التصاور اللي كيلوحوا لنا في يوتيوب وديك سميتو وحقه. بالمناسبة الرئيس الوحيد هذا الخلفاوي، المرشح الوحيد اللي جاو ليه الحكامة وحضروا ليه في لقاء التواصل، بمعنى كيقول لك بطريقة غير مباشرة هذا هو المرشح ديالنا وهذا هو اللي دعمناه وهذا هو اللي غادي نأكدوا لكم بأننا نحن مستمرين. هذه الأولى. الحاجة الثانية، سي اوزال، وهنا كنقول دوك الناس اللي كانوا كيخرجوا ليا وتيدوا على اوزال راجل كبير راه مريض ما بقاش كيتحرك من بلاصتو، كنقول لهم كون تحشموا على عرضكم، راه قلتها لكم وغنعاودها لكم دابا، حشموا على عرضكم. ياك بعدا جا كيجي، ياك بعدا كيتكل على بكاز، انا متاكد بانه ما كانش كيتمشى هكاك من دار. المهم زعما راني بلي فيا جيت، شكون اللي جابك؟ شكون اللي عذبك؟ شكون اللي عذبك حتى جيتي بعدا؟ هذيك كتزيد تاكد بانك مريض بالراجه، انت كرئيس سابق انت مريض بالراجه ومريض بماليه الرانج، واش طلق منا مكوش فيها جاي معذبه مسكين باش حقا بغى يدعم لينا رئيس اللي بغيتو همونا، بغيتو همونا بانه هو راه لاباس عليه ملياردير ملياردير وراه غادي يدير وغادي يفعل. سمعوا الخلفاوي في عجاله، لان شوف ما بغيتش نبقى نهضر على داك انيس، لان داك انيس بالنسبه ليا هذاك نهائيا ما يستحق ولو صوت واحد على الماضي ديالو وعلى الكفاءه السيريه ديالو التي في الحاضر. إذن غن إكاطي ما نهضرش عليه، واللي بغى يهضر عليه مفتوح الباب، أنا عندي ما عندي مشكل، ولكن فهمتي. سمع المسار الرياضي ديال الخلفاوي، 1972 كان في مكتب موظف في مكتب السكك الحديدية بوجدة، كان رئيس ديال فريق السكك الحديدية بوجدة، كان ديك الساعة في القسم الثاني وراه باقي في القسم الثاني، دابا يمكن القسم الهواتي. هذا هي البداية ديالته. في 1973 المولودية الوجدية، تأصل المولودية الوجدية، ياك هذا هو المسار الرياضي ديالو فقط، هادشي اللي كاين داكو. من بعد المسار التيري ديالو، ياك 1994 حتى 1996، عامين حسبوا 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 معايا مزيان، هادشي حيت مهم هاد العناصر وما كيدوش على الإعلام، سمعوها مزيان. وهذه كل مؤشرات كتعطيكم صورة، أنا والله ما عنديش حاجة ضد الخلفاوي، ولكن كنعطيكم صورة على الرئيس باش يبقاش يغلطون. سمع المسار السيري ديال، حيت واحد غيشي يسير فرقه بحال درجه كبيره، لا خص يكون عنده واحد المسار السيري غني اللي في المستوى العالي، لدرجه انه على الاقل في فريق اخر في القسم الاول عاد غيجي للماتش. سمع وهذا راه وجدي بالمناسبه، راه وجدي. سمع ما بين 94 و96 في عامين كان رئيس جامعه كره اليد، بعيد على الكره كره اليد. سمع ما 96 اش وقع؟ ما بين 93، لا يا ما بين 93 و96، ما بين 93 و96 كان رئيس المولودية الوجدية ديال كرة اليد، ما بين 94 و96 رئيس منتدب ديال مولودية وجدة كرة القدم، ياك مسار إداري ديالو. شوف هادشي اللي عنده في الكرة، صافي راه كان من الهوند، كيف الهوند وجا الكرة في وجدة، وجدة راه ما دوش فيها بزاف، ما بين 94 و96 عامين، عاوتاني عامين عامين في الهوند، عامين في سميتو في رئيس منتدب في وجده، شي اللي كاين السيد يعني الولايه شحال كتكون في 4 سنين، عامين اللي دار السيد ومشى في حاله في وجده، وراه من تما من 96 ما بقى شي فرقه ولا سيد شي فرقه. اذا باش هو منخرط، وي هذه سنين هو منخرط، ولكن راه السيد ما عندوش تجربه في مجال التسيير ديال الفريق ديال كره القدم عادي، انا بالك في فريق عالمي. سمعوا المسار المهني ديالو الاداري، رئيس مصلحه الدراسات بوزاره الصناعه ما بين 81 و85، 4 سنين، مدير ماليه، مدير الشؤون الماليه الماليه بالمكتب الوطني للشاي والسكر، ما بين امتى هادشي؟ هادشي ما بين 86 و90،
ربع سنين ديما مدد محدوده. من بعد ما بين 2002 و2004 غير يدير كاتب عام ديال المكتب الوطني للشاي والسكر، كاتب يطلع كاتب عام، يطلع في القضاء من مدير الماليه ولا كاتب عام. 2002 حتى 2004 عامين ثاني، عامين ما كيفوتهاش، غير المدد القصيره عقلوا عليها مزيان لان غنرجع لها. من بعد ما بين 2004 و2011 ربما دي اطول مده، غيدير مدير عام ديال المكتب الوطني للشاي والسكر، هذه اطول مده اللي دار 2004 ل 2011. ومن 2011 السيد جالس كيدير شي اكتيفيتي ديال سوسيتي ديالو شي حاجه الى اخره خاص داكشي، ولكن اوكين اكتيفيتي، ما عمر تعيط ليه شي مهمه وطنيه، ما عمر تعين في شي مكتب، ما عمر تعين شي مدير جهوي، ما عمر كذا، ما عمر كذا. هذا يدل على شيء، يدل على انه امام رجل موظف محترم دوز المسار المهني ديالو، دوز المسار الرياضي ديالو، ولكن لا يلقى ولا يشفع له برئاسه فريق من قيمه فريق الرجاء البيضاوي. زياده على المدد اللي كيدوز في التسيير ما كتعداش سنتين، هذه كتبين لك بانه هناك مشكل في اثبات الذات وفي تطبيق السياسه التي يطرحها في المجالات التي يذهب اليها او التي يعين فيها. يعني عندك واحد السياسه على الاقل 10 سنين 5 سنين 6 سنين باش كدير ديك لا بوليتيك ديالك، انت عامين كتشونجي، عامين هنا عامين هنا عامين هنا. هذا يدل على انه كاين مشكل، هادشي ما خصوش يدوز. هذا من جهه، من جهه ثانيه غتشوفوا البرنامج ديالو، غتشوفوا تصوروا ان واحد اللي كيدير ديال محمد صغرون نائب اول ديالو. انا ما عندي والو ضد صغرور، وماشي ماشي ماشي كنحتقر صغرور، بالعكس منخرط محترم، ما عنديش مشكل مع صغرور. انا فقط اطرح السؤال، عندما تكون انت رئيسا لفريق الرجاء البيضاوي، فريق كبير وعالم، وتضع في برنامجك وتضع في لائحتك الانتخابيه تعين منذ الاول نائب رئيس صغرور، يعني صغرور شخص اللي عنده أنشطة تجارية وعنده شغله وعنده رزقه من الله يزيده، ولكن صغرور اش من تجربة عنده في التسيير؟ والصغرور عمرو دخل شي مكتب في الراجع؟ واش دغيا انت طلعتيه دان سلكو طلعتيه انت نائب أول ديالك اللي غتولي رئيس؟ بمعنى غير غتغيب انتايا لأنك انت عندك مشاغل، هذه راه باينة، عندك أعمال ديالك وكذا، غيولي صغرور كيسير الراجع بتجربته القليلة، غادي يضروا به، غيضروا به مسامر الميدان من هنا ومن هنا، وكتعرف الحكامة مضلين عليكم هما اللي داعمين هاد اللائحه، غادي يبداو هما كيسيروا فيه. يعني لي ديسيزيون امبورطونت غادي ياخذوها هما، كما كانوا كيديروا مع الزيات، كما كانوا كيديروا مع الاندلس، غيبقاو هما اللي كيديسيديو. الخلفاوي غير يدينو شكاره كيجبد، كمل هذيك بين ما دخلوا الفلوس، هادشي اللي غيديروه. اذا شكون غيسير؟ خصك على الاقل الا بغيتي دير النائب الاول، دير شي واحد اللي فايت ليه كان عضو في مكتب مسير ديال الناجا، وسير على الاقل واحد 5 سنين 6 سنين، استطاع انه يحتك وياخذ تجربه وكذا الى اخره، واخا مرحبا. اذا هنا كتبان لك انه باك خارج ميل من الخيمه، من الخيمه خارج ميل. البرنامج لانه واش كيقول هو التعليق ديالو ملي دار مع داك السجوار، عطاه قالوا لي الالتزامات ديالك، قال لهم اودي شوفوا انا بالنسبه لي راه مع سميتو انا 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 عطي برنامج اللي هو قابل للتطبيق، باش ما نبقاوش نكذبوا على الرجويين وبركانه، ديك اللغه الشرقيه بركانه، من ديك الاحلام، من ديك بيع الاوهام، ومن ديك الخطط الخياليه ودوك البرامج الخياليه. يا اخي انا غنمشي معك حاجه بحاجه، واش داكشي اللي قلتي انت واش خيالي ولا انت الا كيبان لك واقعي؟ انا كيبان لي غير خيال. فهمت؟ كتقول تطوير الفريق رياضيا وماليا واداريا ليكون احد اكبر الانديه المهيكله وطنيا وقاريا وعالميا، وهذا ماشي خيال. راه باش الرجاء تولي من اكبر الفرق على المستوى العالمي ومهيكله وكذا، هادشي كله شنو خاصو؟ خاصو امكانيات. واش انت عندك امكانيات؟ الا كنتي في البرنامج ديالك كتقول بانه انا غنجيب واحد 12 مليار وغنحطها لان عندي برنامج طموح وبغيت الرجاء تولي من اكبر الفرق افريقيا وعالميا، واش تفهمنا؟ اذا كيخصني انا كنوفر ميزانيه باش غنجيب انتدابات وازنه باش الفرقه تقلع مزيان وتمشي في المستوى العالي.
هادي واخا نمشي معاك يا با بروبليم، ولكن باش تجي تقول لي انا غنطوط طويل الفريق كشعار، اذا هذا راه بعيد عن هذا هو الخيال بعيني. مادام ما كتقولش كيفاش غتوصل لهذا الشيء راه الخيال بعيني ياك. النقطة الثانية في البرنامج ديالو هو كيقول لك رصد مليار سنتيم الأكاديمية. إذا أنت غتحط مليار سنتيم الأكاديمية شحال غتحط على الفريق؟ واش هذا الفريق فيه غير الأكاديمية؟ إذا كنت غتحط مليار على الأكاديمية وتبقى تقابل الأكاديمية هي اللي غتجيب لك اللعابة باش غتنافس وغتولي درجة قوية عالميا كما كتقول، راه كيخصك تعطينا البرنامج، برنامج ديال الصح ماشي الخيال، برنامج ديال الصح فيه هالميزانية المرصودة من طرف اللائحة التي ستسير الفريق إذا نجحت، هذه الميزانية المرصودة على أساس أن هذوك الأموال سيتم استرجاعها بطريقة أو بأخرى. حنا كنعرفوا أن القوانين دابا مابقاش كتسمح لنا الرئيس يحط الفلوس، مابقاش عنده الحق يسلف ولا عنده أي حاجة حطها راه مينحة، ولكن هناك في المغرب لا تستغني، هناك ألف طريقة لتحوير طريق الأموال حتى يستردها صاحبها ما يحصلوش فيها المغاربة، ولكن انت كتبين لينا حسن النيه ديالك انك غتجيب الدعم. هذا علاش بنيتي انت داك البرنامج ديالك ياك. كيقول انشاء قناه خاصه رياضيه بالنادي بدل بعد الحصول، شتي كيفاش كيربطها بعد الحصول على الترخيص ديال الهكا، و تيقول لك انه سميتو هادي تا هي. انا كنقول لك السي خلفاوي، انت كتقول الناس كيبيعوا الخيال، انت واش كتبيع الخيال لعباد الله؟ واش كتسنى الهكا تعطيك الموافقه على قناه اسمها الناجة؟ نستعرف واحد القضيه السي خلفاوي باش نكون واضحين، الهكا ماشي الهكا، اي اداره مسيره في المغرب راه ملي كتعطي واحد القرار، لان يعني ما نساوش المجال الاعلامي راه الى الامس القريب راه كان في يد الدوله ياك، راه كانت مع الداخليه وزاره الاعلام باش تعرف اهميه الاعلام في المغرب باش تعرف. ولحد الان القنوات التلفزيه باقي كلها محتكره هذه الدوله غير متحضره باش تفهمي، ما كانت اذا كانت وحده اللي كانت متحضره هي دوزيام راه عاود ردوها باش تعرف. اذا باش الا بغاو يعطيو واحد الفرقه يعطيوها رخصه باش دير قناه تكون على يقين، راه ما يقدروش يعطيوها الرجاء بلا ما يعطيوها للوداد والجيش والبركان، شوفوا لانه غير غيعطيوها الرجاء ولا مازال ما عطاوهاش، غير غتخرج الخبر انه الهاكا توافق على منح الرجاء رخصة انشاء قناة تلفزية، غادي ينوضوا الجماهير ديال الفرق الاخرى فينا ومنا حنا وعلاش هادوك شكون هما، عندهم شي واحد تما، عندهم شي واحد في الداخلية، عندهم هادي بابا بابا بابا. هالدولة ولا على الضغط هالدولة ولات مضطرة انها دير خاطر الفرق اخرى، وهادشي ما غتبغيهش، ما غتبغيش يكون واحد التشتت في المعلومة وفي الخبر، ولو كيبان خبر رياضي، خبر رياضي راه مهم على المستوى الامني، دونك كيخص الدولة تبقى ديما متحكمة فيه، ومن الصعب باش تاخذ اسهل حاجة السي خلفاوي اللي ما فيهاش الخيال العلمي ديالك هي انك دير قناة في اليوتيوب. راهم القنوات في اليوتيوب كيخرجوا منهم ديالي انا، كنخرج كنهضر كنعبر ما كاين حتى مشكل في احترام تام للقوانين الحمد لله، وكنتحاور وكنجبد حوار مع الرجل ويدير لنا بحال هذا الشيء في انتظار سيدي يعطوك ديك الموافقه، هذا لك التيجان تيدوي على موقع الفريق، موقع الفريق ما جبدوش نهائيا. دونك هنا تنرجع دائما دوك ثلاث النقاط اللي تعلم قبيله اللي ما كيدويش عليهم السي الخلفاوي، اول حاجه ما كيدوش على الافتحاص، وحنا كنعرفوا بانه وهذا كلام كنوجهه لجميع المرشحين ثلاثه بما فيهم الرامي، راه لا يمكن بناء او وضع برنامج لتسيير الرجاء في غياب وضوح في الوضعيه الماليه، مجوش كذبوا على الرجاويين هانتي، حيت انا ملي كنقول لك انا كرئيس غادي ندير غادي نحارب غادي نطلع الميزانيه ب 50% بحال اللي قال الرامي مثلا، راه هاد الهضره باش تكون عندها مصداقيه كيخص الرامي تكون عنده اون فيزيبيليتي سور لا سيتياسيون فينونسيير ديال الراجا، ما عندوش الرامي براسو ما عندوش، الرامي عنده 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 مخطط وعنده نوايا حسنه عرب عليها، هو اللي كيعطي شويه الامان شويه الضوء، وهو اللي تجرى انه يطالب بالافتحاص. علاش؟ لان الافتحاص هو اللي غيعطيك الوضعيه
ديال الفرقه هو اللي على اساس ديك الوضعيه غدير انت المخطط ديالك. حيت علاش؟ حيت دابا تصوروا دابا، حيت راه بزاف د الحوايج باقا غامضه في الناشر. تصوروا دابا مجرد يوقع التقرير، غتلاحظوا واحد القضيه، التقرير المالي حتى الان غابر الظاهر، ما بانش، ما تنشرش التقرير المالي، بمعنى كاين تما شي حاجه خامجه تما لا مضر لينا. فتصوروا دابا من دابا لغدا او بعد غدا غادي يخرج تقرير فيه بانه سيدي الرجاء باقا كتسالى واحد 4 مليار، رغم هاد الفلوس دخلت 15 مليار هادشي كنقول مثلا، كنقول لك مثلا جو دي نيمبورت كو، انا كنعطي مثال. ملي غتخرج هذيك 4 مليار واش انت كرئيس وليتي رئيس وكنتي داير في بالك انك غدير انتدابات وزينه وغدير هادي وغتخسر واحد مليار ولا جوج على الانتدابات، واش غتبقى ديرها؟ شكون اللي غتولي عندك الاسبقيه؟ واش تخلص ديك 4 مليار اللي بقات حاصله ولا غدير انتدابات؟ راه سي سا البروبليم. لهذا لا يمكن وضع برنامج رئاسي في الرجاء في غياب وضوح عن الوضعيه الماليه. نعرفوا المديونيه، نعرفوا شحال الرجاء دخلات وشحال الرجاء صرفات، وداك الشيء اللي صرفات هو صرفات بصح او لا تم تضخيم المبالغ، وداك الشيء اللي كيتسالوا اللعابه واش هو هذاك بصح او لا تم تضخيم المبالغ. داكور، دونك هنا كنرجع دائما النقطه انه البرنامج وين، ولكن البرنامج هذا مع التحفظ لا ديال المرشحين كاملين، مع التحفظ كتبقى هو انه نقطه اللي كنركز عليها قبل ما نفتح المجال للاخوان باش يناقشوا معايا. راه شوف ما كاينش افتحاص، لا الخلفاوي وانيس بجوج غيتلاحظوا ناس اللي بغاو يخدموا تحت الجنح ديال الحكامه، يعني هاد الحكامه لن ينتهي ولن يزول وغيبقاو مستمرين جالسين ديك تما بعكاكسهم. دابا هذا وزان جيب عكازو، غدا غتشوف حانات تا هو دار العكاز وباقي كيجي تا هو، وغتشوف الصويره تا هو دار العكاز وباقي كيجي، حيت هادوك غادي يبقاو تيديروا العكاكس تا هما. دونك هاد الناس راه جالسين، الوحيد اللي بغى يبدا يشطب شويه في الوزيز وبغى شويه انه راه هو ضامن، بغى يوضع حد لهادشي وبغى يدير افتحاص باش يعرف الوضعيه الماليه. وممكن علاش لا، ممكن داك الافتحاص يؤدي للمتابعه وما عندناش مشكل، يقدر يكون ناويها ويقدر يكون ناوي باغي يسامح، الله يسامح، المهم باغي يعرف الوضعيه الحقيقيه باش ما يجيش شي واحد اخر من بعد يبقى يتجبد على المانجر، لانه راه كلهم موظفين، راه موظفين ياك. اذا هنا غنفتح المجال الاخوان.